हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस, ये मेरा चैनल है, इस्लामिक इन्फो फैक्ट्री 77। आप इसको सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये इस्लाम के ऊपर हमने चैनल बनाया है, तो चैनल को आप सपोर्ट करें। और वैसे मुसलमान मुसलमान को सपोर्ट करेगा नहीं तो क्या करेगा भाई? आप सपोर्ट करें चैनल को, और बाकी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को ग्रो करें, क्योंकि इस्लाम को बढ़ाने के लिए अच्छी बात है। इस्लाम को बढ़ना चाहिए। और मुसलमान मुसलमान को सब सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفوت فرجع البصر ما ترى في خلق الرحمن من تفوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تقاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال قبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما قلنا في أصحاب السعير اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وقولوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف
بقوم الأرض وإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نقير أَوَلَمْ يروا إلى الطير فوقهم سافات ويقبضن ما يمسكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحيمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.